حلاوة تركيب التلج. تالي شو عم تعملي؟ هلا هيك قلبنا البانكيك. متحمسة توتي؟ اليوم اللي مار عنده عملنا اسم بالبانكيك. اليوم اللي مار عنده استلام الكتب بالمدرسة، خليكن معنا وشوفوا. هتستلم الكتب الفصل الثاني. عملنا هاي الفكرة، نصب البانكيك. صغرية شوي فدور لك كبرتيها. توتي غيرت ملابسها. وين بدك تروحي؟ هاي المكتب. لا المدرسة. مدرسة عشان المورة. وهي المورة اللي غيرت لبسها. لا أروح الروضة مو مدرسة. هلا أنت مدرسة لسه؟ مو هلا رح يسلموا الكتب بعدين. يعني مرة بتعمل الفطائر البانكيك عشان يفطروا قبل ما يروحوا على المدرسة. حمرت بس تصير حمرة شوية. هيك صار عنا. يلا بسرعة بسرعة عشان تلبسوا بسرعة. مطر؟ ها؟ هون لا برا برا نروح لهونيك. عدي جيتي على روضتك؟ ايه بس ما طلع روضة توتي؟ ماما ما بتشوف جوزي بدي اشوف جوا هاي. هات صفك توتي؟ اشتقتي له؟ حطوا هون هيك سمكة. ورا متحمسة. هون كان عيد ميلاد تاليا. تذكرتي عيد ميلادك؟ المارو تاليا اليوم متحمسين رح ينزلوا على التلج. صار في عنا تلج. تعالوا نورجيكم اياه. سمعتي؟ واو بس ذاب التلج لانه نزلت فوقه. ما شو رايك ما ننزل؟ بس في فوق سيارات. في شوي في تنتان عليهم سيارات. في فوق فيهم تلج. بتنزلي مع مين؟ هاجي واجي؟ وانت رح تنزلي معي؟ متحمسة؟ اذا توسخ تلج بنحممه. بنحممه بالتلج؟ لا بنحممه بالمي بالدوش. اذا توسخ هاي التلج. حبيت التلج اللي دوبان؟ راح لأنه التلج. يا حرام هاجي واجي برد خديه توتي. حرام تتركيه بالتلج. عطيه يلعب بالتلج. تعال امسك التلج يا حبيبي. تعالوا امشوا نمشي للطرف الثاني. شو هاد؟ هاجي واجي. بابا هون بالسيارة. لا هون في اكثر. احمليني حطينا على وشه تلج. وين بدي احملك؟ كله تلج هون. يا كله هاد. ماما
فرطت. يلا امشي على البيت. لا ما بدنا، خلينا شويه. خلاص هذا التلج كله سلاش صاير. لا خلينا شويه. داب عنا التلج. خلينا شويه ما بدي. تالي رح يجمعوا تالس ياخذوه على البيت. عادي اروح اجيب مع الاهدي. زمانة طابة التلج رح ناخذه على البيت، نصنع رجل التلج. عن جد بدك تذوقي تاليا؟ في كثير ناس ذاقوه. بس كيموت. طيب؟ ديسلايك. يدوق. ما بعرف تاليا قرروا. شو بدك تذوقي؟ أنا. شو رأيكم أعمل لكم رجل ثلج صغير؟ ثاني بوظ. ها عملنا رجل الثلج المعاق. حنحطه بالجزرة. وين رجل الثلج؟ جيبي لي مار قلم حطي له عيون. ما بقدر أحطه. هاي عندنا رجل الثلج عم نعمل على شكله نفسه. جد صار بيشبهه. يلا حطي له ايده. واو. لا ايش هالايده؟ يا الله منك. هو منه ظابط، خليني اكل. ايش بدك تاكلي؟ ورجينا كتبك. هي أول شيء لغتنا العربية كراسة الطالب كثيرة. هي لغتنا العربية للطالب كثيرة. حلو. شو كمان؟ وهذا العنوان كثيرة. هذا الرياضيات كتاب الطالب كثيرة. هذه الرياضيات كتاب التمارين. يلا قومي على الدراسة، حان وقت الدراسة. دراسة؟ عشان تراجعي الأشياء اللي نسيتيهم وتدرسي أشياء جديدة. يلا كيف نسيتهم؟ ما في شيء نسيته. الدراسة. لا يلا.